يوميات ستار أكاديمي بحلقة جديدة. مساء الخير. الليلة أخبار جديدة لطلاب الأكاديمية بعد ما لاحقتهم الكاميرا لمدة 24 ساعة والتقطت تفاصيل جديدة من حياتهم اليومية. الطلاب ودعوا مرتضى هيدا البرايم، فشو هي أحلى لحظات عاشها بالأكاديمية وسط أصدقائه؟ بس ما رايد ترخصين وحس بحساب شماتك، يروح الدنيا مقضيه، الصبر الفرح بيجيه. خلاص اكثر شيء راح اشتاق له هو علي. أكثر الأشياء اللي تضحكني دائما إنه من أقعد في الحديقة مع فاطمة. أنا شو أسوي؟ أنا أكثر شيء الكلام ما أركز فيه ككلام، أحط كلمات من عندي يعني. كلمات من عندك؟ على نفس الوزن يعني. الله أكبر. إذا تطنز عليك يعني من صدق يعني تحكي جد. ترى مو الصدق اللي انساه. مثلا إذا نسيت. يعني شو تسوي أقول مثلا. بدي اقول هيمان انا هيمان مثلا. موبايل دائما تعلمني، حتى اسمها الفظه غلط صراحه. تعلمني انجليش يعني عرفت الياس والنو. How deep is your love؟ هاي رجلي. How deep is your love؟ It's like the ocean. شفت 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 كيف يضحك عليها؟ ثلاث مرات رقص جاي. ايديا؟ بس لحظة. المكان اللي راح افتقده في الأكاديمية هو الحديقة. أنت أوكي؟ تمام. أي. لا تضحك ولا تتحجى ولا شيء. أجواء من نفسي يعني كلش تمام. أي لا تضحك. طبعا فاتن إنه فاهمة، يمكن العصبيتي فاهمتها غلط. إنه كل الأمور اللي زعجتها واللي طلعت من عندي هي لمصلحتها أكيد، إنه كنت دائما اريدها انه عندها ثقه بنفسها اكثر من اللازم، انه ما اريدها تقول انه انا اليوم تعبانه او انه انا اليوم بيكيت موضوع، لا اريدها تقدم، اريدها تقدم اكثر وتقول انه انا استطيع انه اقدم في شيء للجمهور. انت مفروض مو احنا مو اصدقاء، تخلك يعني تتركني انت يعني. انا والله ما اسمعني والله ما تاركك، بس تدرين انا قاعد افكر ما بيك مو انك تتركني انت براحتك اذا ما تبي تكلمني، بس مو القصد نحن يعني يا بسالك شنو بغني، بس قاعد اقول لك خليني نكتب. انت قاعد اقول لك تعالي وامشي انه بتعرفين وترحين، انه بس يلا لك كل ساعه قلت لي لحظه ولا كل ما ندخل بمكان. نقطه ضعفي في حياتي هي امي اكيد. احب اقول لها بس آسف واعتذر جدا، لأنه كنت تردين دائما إنه أوصل للقمة أكيد في كل حياتي، ومتوقعة من عندي كثير، وتعرفين إمكانية ابنك شنو. لكن هذه هي اللعبة، ربح وخسارة، لكن أوعد أمي إنه راح أرسم لها البسمة وإن شاء الله أقدم لها فد شيء يرضيها. ولا زوج أمي، أنت لا زوج، أنت جاهز والباص على رب العالمين، أبوي أنت. زين يما؟ أوكي. حبيبي انت بدي اروح الصوت. مدام ميري اكيد ام حنونه وطيبه وتحبنا كثير واحبها. لو زعلان وريني ابتسامة. فاتن فاتن طلع النار. ارجع شوي لورا بلا حركة خلاص. ميراي شو بيك اليوم؟ لسلي اكيد شخصية وعلمتني كثير، شكرا لها.
ايه عم بطلع شوي بهي. ستوب. اوكي ليك كثير منيحه. هلا سرعها شوي صغيره لانه عم بتبلش تقطش هيك تعمل. بس هي مضبوطه يعني. اعطيني ايدك شوي. اعطيني ايدك حتى هون قدام الباي تبعك. كارلا اكيد فنانه كبيره جدا، احبها كثير واحب صوتها عملاق. بعد ما ارتحت روحي وعرفت بطعم الدنيا هي مشيت خلاص وقلت ليش انا عامل ايه. استاذ ميلاد من اكثر الاشخاص اللي احبهم اللي يبعث لي الراحه في الاكاديميه في درسه. تعلمت كثير امور من عنده، انه الثقه بالنفس وكثير امور. شكرا له من كل قلبي. قل له انك بتحبه مثلا. بتحبه؟ احب كل اصدقائي. وبتحب حالك؟ قل له انا بحبك. اكيد احب حالي. يلا جريت، نحن كلنا بندعمك مرتضى برامج. ابدا ما اندم على دخولي برنامج ستار اكاديمي، لانه اختصر لي المسافات كثير وقدم لي كثير وتعلمت كثير من عنده، انه تعلمت الصبر، تعلمت النظام، تعلمت على ايدي عمالقه بالفن. وأكيد كانت فرصة كبيرة في حياتي، سواء استغليتها بشكل صحيح أو مو صحيح، قدر الله ما شاء فعل. جبكم على موبايل. يلا حبايب، يلا رجع سالمي. يلا باي باي. موبايل مرتاد. آه حبيبي. يلا أحبكم والله. باي 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 مرتاد. تبع حالك. تبع على حالك. لازم ما بقى. خلص خلص. عم تطلع دلوقتي على بعض، ان شاء الله توصلون. سلمنا على اهلك. ان شاء الله حبيبي، ان شاء الله يوصل. ان شاء الله. ان شاء الله اكلمكم. حبايب. باي. احبك. احبك. من جد أطيب قلب. أحبكم. قبل البريك بذكركم انه بنتواصل نحن وانتم عبر الفيسبوك وتويتر وانستغرام، وهالسنه كمان عبر سناب شات وبيريسكوب. بريك وبنرجع. منتابع يوميات ستار اكاديمي. قبل مغادرته على ارمينيا دردشه صغيره جمعت مروان ومبل اعطاها خلال مجموعه من النصائح. ماسك شوي التركيز بس. بتعرفي حالك انت وينك هلا باي مطرح وين؟ عالم كثير منيحه عم بتفل، بدك تنتبهي كل با بتخطيها اوكي؟ بدك تحسبي حسابها. في كذا قصص قلت لي عنهم عم لاحظهم. كثير عم بلاحظ. ما بعرف وين نسلك السفينه. اشتغل لشو بيقول لي عقلي. كيف انت بتفكر بكل الطرق؟ طريقتنا ثلاثه.
كيف تلاقي حالك مرتاحة تصرفي. شيء بيضايقك بريح غيرك ما تعمليه، شيء بريحك بريح غيرك عمليه، شيء بريحك بضايق غيرك عمليه. بس بشكل مش توجهها مباشرة لقلو الأشخاص. ديل؟ المودة عندك شو بيتصرفي. حافظي على المستوى تبعيك. بالعكس تقدمي. فرجي هادي إنه أنت لا غلطان وأنت غلطان. كل جمعة بفرجيك إنه غلطان أكثر. غلطان القصة. ملي. حأرجع تاني سافر على شهر 5 أشهر يعني. بس إنه انتبهي على حالك وما تلتهي. ما تلتهي. يا تعطيكي فكرة مدام بتودي عادي ما خمخم 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 تتلاقي. بس تلاقي عادي اشتغلي. بتفوت على الإيفال مثل الليرة. أوكي؟ مرسي. بديش مرسي بقى. مش اسمعها. بعرف ليه عندي خاصة ضلني أقول مرسي. تهذيب وتربية. ما ضروري بس. أنا لا شو علي مصير أقول مرسي. خيك أنا خيك. ما نجي بدي أقول لك مرسي. تقولي مرسي لخيك. يلا بونوير. بونوير حبيبي. من بعد فوزه بالتوب 5 مروان وصل على الأكاديمية ليحضر حاله وينطلق برحلته إلى أرمينيا. وانت كمان كثير منيح. هلو كيفنا؟ كيف صحتنا؟ منيح اليوم؟ والله والله شاطرين. بسطت فيكم كثير امبارح. في اشياء ما نحكي عنها. اول شيء بتضلك عتلانه هم. بتضلك كيف بيقولوا بتنقي. عملت منيح ما عملت منيح طالما عندك هالشغلة بعدها فيكي ما بتتقدمي. بليز حبيبتي. بعدين في شغلة تانية ما انبسط فيها أبدا ما إلها علاقة بالغنى. نصحانة. ليه يا بنتي؟ ليه عم تلقمشي شمال يمين؟ ما بدنا نوقف على المسرح وجهك مثل القمر. تابلو كان كتير حلو بالفعل وهيئتك احلى منهم كلهم. ها ايه ما في شك انه انبسط. ايه بس ما بدنا نحافظ على هالجمال مش بدنا نشوهه مثل هو. اوعى عمين. نسيم مال فيش حاجه. ليه؟ مالك؟ في ايه؟ سمعت كلام. كلام من مين؟ من مين؟ كلام من مين؟ منك؟ من حد هنا؟ ليه؟ ما ينفعش اقول دلوقتي. مدام ماري يعني بتعرف شو بتحكي انت وبتعرف قد ايه بتحبنا وقد ايه بتحبك خصيصا انت. ما قصدتها هيك. مستحيل مستحيل. صوتك معقول شكلك معقد ومهضوم كلنا بنحبك قريب للقلب وخي لقلبنا. من اول ما ديني شو اول ما بدا البروجرام ديني شو ما سمعت كلمه مثل هالقد بتوجع. لا ما سمعت كلمة هالقد بتوجع. نسيم سفيسة سؤال
بس لحظة خليني وقفة لحظة وصلت هون. أنت اللي مضايقك إنه أنت صرت اعتبرت حالك إنك متراجع وطلعت برات الطوب وقالت لك هذا الكلمة، هالشيء اللي زاد عليك بكل لا. صراحة والله لا مش لك أول من أول برنامج في ناس بتعلق على على الجسم وعلى هيك. طب ليش شو فرقت هلا زعلت وانت انت زعلت من اكثر شخص ما لازم تزعل منه، من اكثر شخص نيته مش هيك، من اكثر شخص نيته مش هيك، من اكثر شخص بحبك بده مصلحتك. انا عايز اسالك على حاجه بس، انت دلوقتي جاي هنا جيت هنا الاكاديمي عشان ايه؟ مش عشان في حاجات انت ناقصاك عايز تغيرها صح؟ دي من الحاجات اللي انت المفروض اصلا تشتغل عليها من غير ما حد يقول لك بيها او مش بيها. مظبوط تمام. مدام ميري ما قالتش حاجه، مدام ميري انت عارف ان هي بتحبك وعارف ان هي لما بتقول ده بتقوله بهزار زي ما احنا كلنا ساعات بنتكلم في ده بهزار. لا النهارده انت خدت الصوت تضرب بيك مثل، هي مش بتضرب بيك مثل. لا انا كان مودي الصبح حلو وهيفضل مودك حلو، هي ما قالتش حاجه بالعكس، ده يعني انت حتى في الاغنيه بتاعتنا قالت ان انت كالعاده، قالت لك كالعاده منيح وبعد بدنا احسن. عايزه تانية كالعاده بتغني كويس، مفيش حاجه اسمها كده. انت بتشوف نفسك على لا نسيت اذا هالكلمه بدها تزعلك عن جد. كلنا بنشوفك في ايه ولا مش حكيت ما تخرجش مش دوبة عادي. انت مزعلك خروجك؟ والله ما مزعل، والله ما مزعل. نسيم نعرفك لانه مين خرجني من التوب؟ خرجتوني انتم، انا خرجت حالي من التوب. يمكن هو كاس وكلمتها فايف الكاس كل. شفت كيف؟ ما هيدا اللي قلتلك اياه، يعني مش هالكلمة اللي عملت فيك هيك. انت زعلان؟ عملت فيها النص عن جد. بس انت زعلان؟ ايه انت زعلان وتعبان واجت هالكلمة يعني بالون منفوخ اجت ابرة يعني بح وفقعتك. تشويه خلاص. انت مش انت فكيت شويه طلعت اللي جواك وعيطت وكل حاجه، فك بقى وانسى كل اللي اتقال لك ده ونركز في اللي جاي. وعنا سمار هلا قوم نرجع. يلا فيش غلقه تحت تركس دايما طلع بس ما طلعش. سومي انت كلنا بنحبك كده. نسيم ايه بصل لك مون؟ لا ما بدي بعدين شو بس ما منتابع يوميات الطلاب بعد البريك، مشاهدينا خليكن معنا. بلفت انتباهكم مشاهدينا انه كل اخبار الطلاب بتتابعوها عبر www.starakarabia.com. دينا مشتاقه كثير لوالدتها وهيدا امر طبيعي بيشعر فيه الطلاب من بعد الفتره الطويله يلي بيقضوها بعاد فيها عن اهلهم. عشان يقوم الست دي عشان يقوم عشان يا بنتي تخليني اعيط مني واسكتي. مش عارفة انتي قد ايه وحشاني ماما اصلا. لا انتي متعرفيش ماما دي بالنسبة لي يعني. لا انتي اللي متعرفيش ماما بالنسبة لي دلوقتي. يعني 23 سنة ما بتحركش من غيرها في مكان، بخرج مع صحابي بماما. صافي عارفك كل حاجة. ما بعرفش اشتري بودي غير ماما معايا شوز، ما بعرفش اشتري نص الحاجة دي كلها، ماما اللي شاريها لي كده وانا في الشغل مثلا، وانا بعمل اي حاجة في البيت ونزلت هي شافت حاجة عجبتها فتجيبها لدينا. انا كويس ما تزعليش يا توم. ماما ما تعيطيش يا ماما لو سمحت، ما تعيطيش خالص، مش عايزاكي تعيطي. حقك عليا يا ماما. ماما ما تعيطيش لو سمحتي. طيب الاسبوع مش عايزه اسمع صوتك بتعيطي. احسن حاجه الاسبوع الجاي يا حبيبتي ماشي؟ عشان خاطري مش عايزاكي تعيطي يا امي، ارجوكي ابوس ايدك ما تعيطيش. طيب ما تعيطيش، انت مريضه ولا ايه؟ تعبانه فيكي ايه يا حبيبتي؟ انا كويسه بس انا مشتاقه لك قوي يا امي والله. بس وانا كمان حبيبتي هانت يا حبيبتي هاجيلك والله هاجيلك، بس اصبري خلي عندك صبر وخليكي قويه. انا عارفه ان انت قويه يا تون. انا عشان خاطري بعمل اي حاجه والله يا امي، بس عشان خاطري مش عايزه دموعك تنزل عشان خاطري. طيب انا مش عايزه اشوفك زعلانه خالص ماشي؟ حاضر يا امي. ايه وكده ماشي؟ احلى هدايا جايه لك الاسبوع ان شاء الله يا روحي. انا اهم حاجه انت هديتي والله يا امي، بس مش عايزه اسمعك تعيطي. انا هاجيلك والله هاجيلك، لو حتى هقعد في يوم برايم اقعد قدامك كده. يا ريت يا امي والله. ما هعمل والله العظيم حاجه. لا لا ممكن تقول لهم وتخليهم يدوكي زياره تشوفيني. الزيارات سبت. طب قولي لهم انت يا تونا، الزيارات سبت وحد يا ام. انا بقول لك يعني اقول لهم يردوا يخلونا دي. اه طبعا جد. شكرا
مش بس دينا وحدة مزعوجة، إيهاب كمان متضايق وعم بيبكي، والسبب هدية. إيهاب اغسل وشك، اغسل وشك في فوق يلا. هي الدم حقك عم بتطلع. قال ايه؟ قول ايه قررتك؟ بتعرف الدم زعل ايه؟ زعفت اخوي حقك وعشك يعني قصدك دي؟ ازاي فسح بشهر وزياده مع شهرين وحنا هنا؟ اعطونا دقيقة صاحبي هيك اعطونا دقيقة. سألالي كثير. سأل خيل صغير بدي كلمه بس. توحشتك بزاف توحشتك بزاف توحشتك كان حسو هي توحشتك بزاف و ما بغيش نبين لك باللي كنبكي يعني توحشتك ان شاء الله تكون مزيان وتكون صحتك بخير انت كل وانا انا على قبلك انت عارف عارف باللي هنا باش تقول باللي عندي خويا و تفتخر بيا كنبغيك بزاف كنبغيك اكثر من راسي وبغيتك تكون بغيتك تكون احسن مني وانا نبقى معاك حتى الاخر سويلة أنا أخويا أحلى كادو تصورش شحال فرحتي حتى الصورة ديالو في بالي ولكن توحشتها توحش نشوفها حتى الصورة ديالو ديما في بالي ولكن توحش نشوفها كتير مهضوم كتير وصوته حلو مش يعني مش بشكره صوته كتير حلو وعنده موهبة هيك عنده موهبة إن شاء الله وإن شاء الله يكون أحسن مني إن شاء الله بدي يكون أحسن مني كتير ألو ألو إيهاب خويا ألو أنا إياد كدير أخوي كدير توحشتيني توحشتيني إيه كتشوفني دابا كتشوف قايد من القدام شتي التيشيرت حزوين شتي إيه ها إيه وكدير أنت لاباس عليك توحشتك أنا بخير ها أنا بخير وأنت بخير بخير أنا بخير قول أوه كيف دوست الأم أنا دايما نشوفك تنسى دوست كان حليت الموسك زوين كان في التلفازة زوين كان غني زوين وقول لي ما تبكيش علاش كتبكي دابا عشوية توحشتك أخويا إيه الله يسمح وأنا توحشتك الله إلا توحشتك بزين أنجي إن شاء الله أنا مبقى لي أول إن شاء الله ونجي ونعمقك إن شاء الله وأنا أردتك عند اللقم عند اللقم عند اللقم إن شاء الله صافي إن شاء الله الله إلا غندي كان وعدك الله يعاونك إن شاء الله طلع لي في راسك ها اطالي لي في راسك كنبغيك بزاف تنحماق عليك وما تبكيش ما بكيش ما تبكيش كون راجل صافي صافي انت رجولة مرض الطفولة بوسني كنبغيك بزاف طلع لي في راسك صافي
يلا ترى يبحث كل سلامة. سلامة إن شاء الله يبحث. Thank you. والله لا كنشكركم بزاف والله العظيم. كنشكركم بزاف. ريحتوني والله العظيم ريحتوني. آخر بريك بحلقة الليلة ومنتابع نحن وياكم مستجدات الأكاديمية. مديرة الأكاديمية زارت الطلاب وقدمت لهم موضوع الامتحان هالأسبوع. أهلين كيفك مبين؟ مبسوطة؟ تعوا تاني أقعد على هالطاولة نحكي شوي. تعوا ليكو شو بدكم تفهموا هن اثنين شخصين بالفن في ديو عادي انه بحبك وبتحبيني وكذا، وفي كتير انواع فنون حتى يفرجونا العظمه بالفن بيعملوا مثل صراع يعني بيعملوا مثل اذا بدكم هيك اثنين عم يتبارزوا الذكاء تعرفوا مين تختاروا اللي مقابلكم، لانه مش عطول إذا الصوت أعلى يعني أحلى. انتبهوا لأنه اللي صوته يعني تفاعلوا شوي بشكل إنه تكون الأصوات كقوة قريبة من بعضها، مش إنه واحد يكون صوت باور التاني ما في باور بس بجنن صوته، لأنه مش عطول الباور هو الحلو. يكون الأصوات متجانسة بشكل انه ما حدا يسيطر على الثاني، يمكن هو يعني بيسيطر عليه بالصريخ بس يمكن هيداك اللي يربح مش هيدا بالنسبه لنا. انتبهوا مش قصه صريخ، ليه قصه هي حرفه، هي ناس بروفيشنال، هي عرفتوا كيف يعني ليه هيك شيء مثل سكتش صغير، حطوا يعني حطوا الحاله فيها الحاله اللي بتغنوها حطوها بقلب سكتش هيك اذا بدكم، يمكن ما ضروري يكون فيها قصه بس انه خلونا نحس انه ليش هالشيء عم بصير، خلينا نعمل شيء هيك مهضوم لذيذ مش حتى ابدا نوقع بعضنا، بالعكس حتى يطلع لحتى كل واحد يطلع الاحلى من الثاني. يعني معناتها انه كلكم منيح، الايفال رح يحكم، هيدا معناتها. فهمتوا شو معناتها؟ شو هيدا الحب الاناني؟ لا بسيط. ليكو الصور، شفتوا شو عاملين بالناس؟ حلو. حلقتنا لليلة انتهت، انا بشكر متابعتكم وبكره بطلع عليكم بحلقه جديده مع اخر اخبار الطلاب. باي باي. وحركي بتحبي رقصة دبكي.
كل عمرك نشطة وحركي بتحبي راسك تبكي بدي اتعلم دبكي تشبك دايب دايك ايه علي انا يا بس عليك يا بس عليك انا فوفو انا اللي عليك مشتاق مش غيري مشتاق ليك واذا رجعت من العشاق وعشقتني شعليك